الولايات المتحدة تعبد الطريق أمام دول جديدة للانضمام إلى اتفاقية أوكس المناوئة للصين، لكنه انضمام مشروط بتقديم مساهمات تقنية مفيدة للجانب الأسترالي والأمريكي والبريطاني، هكذا قال مسؤولون أمريكيون بحسب موقع ديفنس وان. والدول المهتمة هي نيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وعن هذا الاتجاه يقول مسؤول أمريكي آخر أنه في الظرف المناسب ستبدأ واشنطن التعاون مع الشركاء الآخرين الذين يجلبون القدرة على مواجهة التحدي، وذلك في إشارة إلى الصين وقوتها التكنولوجية العالية. وتم إنشاء اتفاقية أوكس في سبتمبر 2021، وتتكون من ركيزتين: الأولى هي توفير غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية في أستراليا، والثانية تتضمن تقنيات رئيسية مثل الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والطائرات بدون طيار القادرة على الغوص في الماء، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مشاركة المعلومات بغية مواجهة نفوذ الصين المتزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادي التي تحولت إلى بؤرة صراع جديدة. ونددت السلطات الصينية بهذا التحالف محذرة من أن هذه الاتفاقية تمثل طريقا خاطئا وخطيرا.